عامين ونصف ظن فيها من فرقهما أن لا موعد للقاء بعد الفراق، فحدث اللقاء من دون موعد. علاء وعلي نموذجين لآلاف سيعودون إلى الأرض بعد غياب. يابا دي طلعون المسيحيين ولا يمن؟ منو قال لك دي طلعون المسيحيين؟ اعلام بالجامع ويقلي صلاة الجمعة كقالوها، ولا ايش حد تحكي؟ الى ان جتنا كلمة من واحد منهم بيا سالفة يقولون دم، واليابا شون دم ابو علاء تخبل مسمع كلمة دم ودع اغراض عد واحد عد شخص اهل المحلي اخذوا الغراض ماله المهمه السياره ماله ضلت قلت لهم جيبوا السياره ماله خليها يمكن ما كان اكو كل شيء على السياره ولا قلت لهم جيبوا السياره مال عندي للفتره الاخيره الى قبل ما يفوت الجيش ست ايام سبع ايام دبرنا له سنوية وبطاقة وشلنا السنوية منه وما عفيت. يوم الفات الجيش وقعت عليها شظية كسر الجام الخلفي ماله. محافظين عليها بس سنتين ونص شت من وراها تعرف مسجلي باسم مسيحي. أنا أعرف المسيحي والمسلم بيناتنا حايط ماكو أي فرق. بس بالنسبة لهذول يعرفون هاي سيارة أماني. الاماني حافظنا عليها جاء الجيش طلع السيارات هاي السياره تبقى طلعوا السيارات مالنا المليحه سد الجام هاي السياره تظل مثل مكانها مثل ما هي وعن اسطندار علاء وعن اسطندار علاء وعن اسطندار علاء عاش معنا سنتين ونص يعني على الموصل كلته كان حزن وما ينوصف يعني رجعنا احنا من الجامع انا ببيت على من قبل ما اروح على الجامع يعني سمعنا هذا الحكي الكل تفاجأ وانصدم حتى قمنا نتخابر ونحكي يابا معودين اشنو هذا اللي عيطلع واشنو دي يطلعون وهاي فرقة للموصل يعني الموصل من زمان هي مسيحيين وكل الاصناف بيها فالحزن يعني ما ينوصف وشعور الله لا يغشعه لأحد يعني عشناه نواي سنتين ونص ظلم إذا أحكي لك على شعوري مستحيل أحكي لك يعني سنتين ونص فتوا على بيتي وكأني لأني أول مرة حسيت نفسي صح أنه نعرفه بس حسيت نفسي غريب مو ذاك الملامح اللي نعرفه بس أكو أشياء بداخلي ما زالت بذاكرتي معلقة مستحيل تمحي ما تقدر أمسك نفسي نزلت الدمعة غصبا عني ما أعرف شو أقول لك أكثر من هذا بس ما صعب أوصف لك محمد صعب أوصف يعني لك ومستحيل يمكن مشاعر ذكريات طفولة ذكريات أكيد. ضحكة أكيد. يعني حزن مريت كلها مريت بهذا البيت وانت عايشته أكيد. رجعت احتيت بيك هاي الذكريات وانت فتت على البيت احتيت بي أصدقائي الموجودين طبعا كل زاوية كل شيء كان لي عندي ذكرى بينه كل شيء كان عندي ذكرى بينه ما تنمحي مستحيل تنمحي ما تنمحي أبد محمد يعني دخلت بوحدي من الغرف أكو صورة سألت عليها بقلب يعني كان يمكن صورة لها أثر كبير لها ذكرى قوي سألت عنها والصورة ما موجودة فتوا قادتنا الجواب دحقتوا على الصورة أنه صورة مريم العذراء ما موجودة فإحنا من طلعنا كانت موجودة خليناها صورة مريم العذراء فمفتوا عليها دحقتوا على الحياة ما موجودة كنت سألوا ما عرف وقتها طلعت قهوته أكثر فطلعت فوق الغرفة الفوق كل ثانية كل لحظة كل أذنى أي شيء أتذكر مستحيل أنسى هذا شيء يبقى بقلبي قلبك بقلب كل واحد عاش بالموصل وتغبى مستحيل ينساها ولا راح ينساها
يعني أهلك بانتظار أنه وكل التم بانتظار أنه ترجعون من البيت إن شاء المدينة الله. للأهل إن شاء الله. وأيضا أهل المنطقة ينتظروكم ترجعون إن شاء الله. كلمة توجهها لأي واحد مغترب عن بيته، الشعور اللي شعرته وانت رجعت هذا البيت اللي حسيت صح؟ أنا أوكي، هو كشعور أنا ما ألوم أي واحد إذا كان شعوره إيجابي أو سلبي تجاه مدينته، سواء إذا حب يرجع أو ما حب يرجع، هذا شيء يعود لنا أولا. بس أنا كشخص تربيته بالموصل من أنا وصغير، طفلتي كلها عشتها بالموصل، ما مستحيل أنكر هذا الشيء، أنه من أرجع مشاعري مستحيل أخفيها. إيش الأمنية اللي تتمناها وأنت اليوم فتت بيتك؟ شنو اللي يرجع؟ شنو اللي شيء راح وتتمنى يرجع؟ شيء راح وتتمنى يرجع؟ أتمنى قعدتنا ترجع إحنا الأصدقاء واللمة الحلوة كنا نلتم قبل نرجع مرة الأخ. صدق أنا لا همني لا البيت ولا هاي، كل شيء ما همني منه بقدر ما إنه الذكريات اللي قبل احتيت عندي مرة الأخ من جديد، هذا أهم شيء عندي. يمكن جتك فرص كثيرة للهجرة والعيش في مكان أفضل. لا، أنت اختاريت تستقر. اختاريت أستقر وإنه ما أطلع من العراق نهائيا. بالموصل. بالموصل. إيش الشيء اللي تحس يربطك فيها؟ كثير أشياء. كثير أشياء. شيء يخليك أنه كل ما تفكر بالهجرة هذا الشيء هو اللي راح يخليني أرجع غصبا عني. كنائسنا الموجودة اللي بالموصل لا تعد لا تحصى، خليني أبقى وجذوري لحد الآن قوية تمتد لها الموصل. مستحيل إنه أفكر أخرج خارج أسوار الموصل.